هنكمل باقي المراجعه عندي على الوحده الاولى بنوعيات الاسئله المختلفه. ما النتائج المترتبه على وقوع مصر في الجزء الشمالي من حوض النيل؟ اكتشاف منابع النيل، انتقال المؤثرات الحضريه من حوض البحر المتوسط الى وسط افريقيا عبر السودان، شق قناه السويس عام 1869 اصبحت اهم طريق ملاحي في العالم لنقل البترول، وزادت من اهميه موقع مصر الجغرافي بشكل كبير، واختصرت المسافه والوقت والجهد والنفقات بين الشرق والغرب، وزودت دخل مصر القومي او من اهم مصادر الدخل القومي. الفتح العربي المصري يا اولاد نتج عنه اول حاجه انتشار الاسلام في شمال افريقيا وغرب افريقيا، اتنين اصبحت مصر معبر للطرق التجاريه بين الشرق والغرب، وده زود من دخل مصر نتيجه الموارد او رسوم الجمركيه اللي كانت تفرض على البضائع. سؤال مهم جدا يقول لي الكتله العربيه النوبيه اللي كانت مصر جزء منها تعرضت للانكسار والتصدع، نتج عنها تكوين اخدود البحر الاحمر وجبال البحر الاحمر، وانفصلت بذلك مصر عن شبه الجزيره العربيه. عندي بعد كده اختر الاجابه الصحيحه بين الاقواس. اول سؤال بيقول لي مصر تمتد بين خطي طول كام وكام؟ ايوه برافو عليك، من 25 شرقا الى 37 شرقا. السؤال الثاني يا ترى انهي حدود اقصر حدود؟ طبعا اطول الحدود زي ما احنا عارفين يا اولاد الحدود الجنوبيه مع السودان، اما اقصر الحدود هي الحدود الشماليه الشرقيه مع فلسطين، طولها طبعا 210 كيلومتر، اما الحدود الجنوبيه 1230 كيلومتر. تعد الصخور ايه يا اولاد؟ اهم صخور الزمن الاول. طبعا الزمن الاول احنا عارفينه بيتكون من عصور الكامبري والاردوفيجي والسيلوري والديفوني والكربوني والبرمي، اهم واحد فيهم اللي هو العصر برافو عليك الفحمي او الكربوني. عندي بعد كده نهر النيل يا اولاد، البدايه بتاعته بحيره فيكتوريا، بيصب فيها نهر كاجيرا من جهه الغرب، فيعتبر البدايه الاولى لنهر النيل. النيل الازرق اهم الروافد الحبشيه التي تمد النيل بالمياه، ويعد العمود الفقري الذي يمد النيل بالمياه، وهتعرفوا في سنه ثانيه ان هو بيمده ب 52 مليار متر مكعب من الميه، وبينبع من بحيره اسمها بحيره تانا. من الروابط الحبشيه لنهر النيل طبعا احنا عارفين في السباط والنيل الازرق ونهر عبره، ودي تعتبر من ضمن النوابع المنابع الايه؟ الحبشيه اللي هو النيل الازرق. تعال نشوف مع بعض باقي نوعيات الاسئله الموجوده عندنا. طبعا احنا عارفين ان ساحل الدلتا الشمالي بيتميز بكثره الرؤوس، منها ايوه دمياط ها والبرولوس اللي موجوده عندنا ورشيد، فاحنا نختار منهم البرولوس. عندي تصل مياه نهر النيل لمنخفض الفيوم عن طريق مين؟ طبعا بحر يوسف بيحمل المياه بتاعت نهر النيل الى منخفض الفيوم، فبيدخل الى منخفض الفيوم عن طريق فتحه اسمها فتحه اللاهون. اكبر الوحدات التضاريسيه في مصر، احنا عارفين ان سينا 6%، الوادي والدلتا 4%، الصحراء الغربيه 68%، الصحراء الشرقيه 22%، اذا فعلا اكبر الوحدات التضاريسيه هي الصحراء الغربيه. عندي من الظواهر التضاريسيه التي تميز الهضبه الجنوبيه للصحراء الغربيه يا اولاد، في عندي ثلاث هضاب، الهضبه الشماليه والوسطى والجنوبيه. الشماليه اهم ما فيها هضبه مرماريكو، الوسطى اهم ما فيها اللي هو الفرافره والواحات البحريه وغردها بالمحاريق، الجنوبيه بتتميز بوجود منخفض الدخله والخارجه. تظهر تكوينات الزمن الرابع على ارض مصر فيه، احنا عارفين الزمن الرابع يا اولاد عصرين، بلايستوسين وهيلوسين، وده بتظهر في الوادي والدلتا والفيوم والشواطئ الشماليه البحر المتوسط والبحر الاحمر بخليجي السويس والعقبه، فعندي بتظهر فين؟ في الوادي والدلتا. من الاشكال الساحليه الناتجه عن التعريه البحريه احنا عارفين تكونت الشروم والجروف والرؤوس الايه؟ الارضيه والشواطئ الرمليه والتلال الجيريه، ففين الظاهره اللي موجوده عندي؟ ايوه اللي هي الرؤوس الارضيه. تعالوا نكمل مع بعض صح او خطا، بيجي لك مع ذكر السبب او التصويب. تمتد حدود مصر الشماليه من رفح شرقا الى الحدود المصريه الليبيه غربا، صح. طب تعليلي لو انا كملت اقوله لانها تمتد بالسواحل الجنوبيه للبحر المتوسط من رفح حتى السلوم. تمتد حدود مصر البحريه 12 ميل في البحر المتوسط، احنا عارفين ان الحدود البحريه المصري يا اولاد 12 ميل داخل البحر المتوسط اسمها المياه الاقليميه لمصر. تعتبر الحدود الغربيه حد فاصل بين مصر وليبيا، عارفين انها حدود فلكيه بتتفق مع خط طول 25 شرقا. الحد الشرقي البري لمصر
أطول الحدود، طبعا العبارة غلط، ده أقصر الحدود. نهر النيل يستمد 84% من منابع الاستوائية، قلنا غلط، من المنابع الحبشية. يتميز منخفض الفيوم بأن رواسب قاع رواسب نهرية، قلنا أن هو بيتصل بوادي النيل عن طريق بحر يوسف. تمتد الصحراء الشرقية من وادي النيل شرقا حتى الحدود اللي بيها غربا. لا يا أولاد، ده دي الصحراء الغربية، أما الصحراء الشرقية تمتد من وادي النيل غربا إلى سواحل البحر الأحمر شرقا. من الظواهر التضاريسية لهضبة مرمريكا في الصحراء الغربية منخفض الفرافرة، العبارة طبعا غلط، قلنا اللي هو منخفض القطارة وسيوة. عندي مجموعة أسئلة تاني، اذكر المصطلح يعرف بنطاق الهضبة في الصحراء الشرقية بهضبة المعزة الجارية في شمال قنا ثانية قنا وهضبة العبابدة جنوبا. العبارة غلط يا أولاد، العبارة بيمتد نطاق الهضبة، لا احنا بنكمل يا أولاد مع بعض، آسف، اللي هو صح وخطأ مع تصويب العبارة. النطاق الهضبة الصحراء الشرقية يعرف بهضبة المعزة الجارية في شمال ثانية قنا وهضبة العبابدة جنوبا، العبارة صح. تتميز هضبة المعزة بتقطع بفعل الأودية الجافة مثل وادي العريش، العبارة لحد كلمة وادي العريش العبارة صح، لأن أما أودية الصحراء الشرقية ووادي الأسيوطي. يعد جبل الشايب أعلى أجزاء الصحراء الغربية ويبلغ ارتفاعه 1500. هو طبعا الصحراء الغربية يا أولاد لا تتميز بالارتفاع، لكن الصحراء الشرقية فهو أكبر وأعلى أجزاء الصحراء الشرقية. يوجد وادي فيران في المثلث الجنوبي في جنوب سيناء، هو أصلا فاصل بين النطاق الهضبي والنطاق الجبلي، هو وادي سدر. عندي هنا اكتب ما تشير عليه العبارة، أراضي فيضية دي الدلتا، أراضي فيضية خصبة تمتد على جبال النهر، أسف يا ولاد ده الوادي، رواسب فيضية تكونت عند مصب النهر دي الدلتا، الفترة التي ينخفض فيها منسوب النيل دي فترة التحريق، فتحة تصل البحر بالبحيرة دي البغاز، كثبان رملية ضيقة ذات قمم حادة وجوانب منحدرة، دي مهمة جدا اللي هي الغرود. هنبدأ مع بعض دلوقتي يا ولاد نشوف ماذا يحدث إذا. من وجهة نظرك إيه اللي يحصل لو لم يتم حفر قناة السويس؟ طبعا أول حاجة زيادة الوقت والجهد والنفقات، قلة الدخل القومي لمصر، صعوبة نقل البترول من جنوب شرق آسيا والخليج العربي إلى أوروبا وأفريقيا، إلى أوروبا وأمريكا الشمالية آسف. عندي اتنين، لم يوجد الحجر الرملي النوبي في سطح مصر. الحجر الرملي النوبي تكون في الزمن الثاني، من أهم خصائصه أنه مسامي بيحتفظ به السائل، طبعا أهم السوائل الموجودة فيها اللي هي المياه الجوفية، فبالتالي عدم ظهور خزانات المياه الجوفية وعدم ظهور الحديد. والسؤال الثالث، لم تتعرض مصر لحركات التصدع والانكسار نتج عنها، تكون حدود البحر الأحمر وجبال البحر الأحمر وانفصال مصر عن شبه الجزيرة، يبقى عدم تكوين حدود البحر الأحمر وعدم تكوين جبال البحر الأحمر وعدم انفصال مصر عن شبه الجزيرة. كده يا أولاد انتهينا من مراجعة الوحدة الأولى مع الوحدة الثانية بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.